مع كل سفرة سياحية نسافرها وحنا نتمشى دائما ما نشوف في بعض الشوارع الهادية بطبيعتها، لكن يحييها الفن من خلال الأشخاص اللي موجودين وجالسين على الأرصفة، هذا يعزف بالكمان والثاني يرسم والثالث صاحب ألعاب خفة، ويتجمعون حولهم الناس ويستمتعون بما يقدمونه. من هذه الفكرة نشوف العازف أبو جراح، ومع كل إشراقة الشمس على الدرعية في الرياض يحمل عودة ويجلس في مختلف الأماكن ويطرب المارة بمعزوفات طربية يحيي فيها المكان ويبهج من حوله. عندي هنا بالاستوديو العازف ابراهيم الصايغ استاذ ابو جراح، حياك الله. حياك الله، اهلا وسهلا، واهلا وسهلا بالمشاهدين. ايش هالابداع ذا؟ شو اللي قاعد تسوي انت بالدرعيه؟ هذا بس حصيله سنوات، يعني كم سنه تعزف؟ هو مو كل سنة كم سنه، هو بالضبط يعني هي عارفه آلة العود من 30 سنه، يعني 30 سنة. مو غريبه يعني ولكن كانت فترات متقطعه يعني، وبعد التقاعد كان يقول العود يقول لي وينك. متى تقاعد؟ من عام 38. 1438 صحيح. توك شباب يعني. اي صغير، احنا دائما انا ودي اكسر فكره المتقاعد التقليدي اللي يجلس، المتقاعد اللي جالس بالبيت، هي اللي يجلس بالبيت ويشغل. ايه لا، بس في متقاعد ما شاء الله عليه يعني زيك، في لك سالفة دردشنا فيها أنا وياك ما شاء الله عليك، سالفة الفجر، صلاة الفجر. صلاة الفجر. قل لي السالفة. هي السالفة هي عادة أنا يعني أجي قبل ما يأذن الفجر، يمكن للدرعية ايه؟ أو أجي وقت الأذان يعني ايه؟ فصليت في أحد المساجد، وكان أولا دخلت أحد المساجد وكان فيه بس شخص واحد، لأنه يعني المكان ما فيه سكان ولا شيء ايه؟ فبحكم السن انا صليت فيه يعني زين. ولما خلصنا وسلمت كل واحد راح بطريقه، ايه؟ هو راح هذاك يبدو انه بمزرعه او شخصي كذا. الحاصل انه انا جلست في مكاني اللي انا معتاد اجلس ايه؟ فيه و... اي نعم، في المكان اللي انا معتاد اجلس فيه، و يعني قعدت اسمع موسيقى وقريت شوي بعض الكتب وزينت قهوتي وتقهويت شوي، زان المزاج قلت ابى اجلس اعزف انا. تفاجأت من الشخص اللي أنا صليت فيه هذا الفجر، يجيني فجأة من خلفي من هنا يقول حي الله الإمام. وضحكت أنا الحقيقة، وكان رجال لطيف يعني. هذا الإمام الحين قام يعزف لي. ها نعم. هو أنا قلت لكم شكك بصحة الصلاة. لا يعني وش اللي ما في أزمة لك يعني؟ لا هي ما لها علاقة، بس أنا دائما أقول يعني ترى آلة العود شيء جميل، وأن الإنسان يقدر يمارس هوايته بالشكل الحلو، ولكن لا يترك حقوق الله سبحانه وتعالى. شلون؟ يعني أنك مهما كان الإنسان يؤدي يعني يمارس رياضة أو أنه لاعب كورة أو فنان أو رسام أو أي شيء، في أشياء مهمة يعني لا عندك والديك، عندك عيالك، نعم، عندك بيتك، علاقتك في أسرتك، علاقتك في الجيران، علاقتك في المجتمع، علاقتك في الله سبحانه وتعالى يعني. صح. لازم لا تكون إيه، تكون قوية يعني، ولا لا تكون، لا يكون الهواية والميول اللي انت تحبه يعني يلهيك عن شيء مهم. في ناس يعتقدون انه العازف هذا بعيد جدا، لا بيت ولا الدين ولا اهل ولا لا لا. في الصورة هذه كانت موجودة في فترة، لا هي ما هي صحيحة، انه يعني الواحد لا، الحمد لله الواحد محافظ على صلاته، يعني انت بلا صلاة بلا شيء يعني. طيب ابي اسمع، وش نسمعك؟ امامنا سمعنا. الله.
هذا يعني الصبح انا قاعد اتخيل الصبح الحين حظ اللي يمرون الدرعيه الصبح يجون كثير من الناس الحقيقه كثير من شرائح المجتمع يمرون ضباط متقاعدين كبار ألوية يمر رجال أعمال سيدات أعمال اللي يمشون في الدرعية يمشون وفي دراجين وكنت أشجعهم كم مشيت أوليدي اليوم بعدين الناس اللي يجلسون عندي أكثرهم يمكن العزف 5 دقائق والسواليف ساعة يصير فيها يتخللها مصارحات وأنت وأنت مالك مالك يعني ما أنت بطالع مع خويك فأنت كل اللي يجون أخوياك إيه هم ها؟ يجوني ناس جدد أيوة وناس مارة وناس سمعوا عني و كثير من الناس اللي تجي مبسوط على جدا هالجو جدا الجميل. ليش لأنك أنت خليط أنت جزء من هالمجتمع ذا فلما أنت يعني تعمل شيء يبسط الناس هذا شيء حلو جدا جدا أنت ممكن وبعدين يقول أنا أسمع كلمة أنت صنعت يومي هذه الكلمة وكثير سمعت من الناس وش يقولون يقول لك إحنا جينا نسمع عود لقينا شخصية أحلى من العود الله هذه كلمة هذه أنا استوقفتني يعني اليوم عندي زائر مغربي وجاني ناس من الإمارات يعني جلسوا عندك يسمع جلسوا انبسطوا عزفنا شوي وسولفنا عن هذاك يهتم في الثقافة أول قصدي شو اسمه الآثار فجميل إنك تقعد مع الناس وتسولف معهم تتعلم منهم وتتعلم أنت يكون بينك وبين هالناس شيء حلو جميل أنت ليش يعني في بالك إنه ممكن وزارة الثقافة يوما ما يخصصون الكورنر أنا أتمنى في هالمكان أجلس فيه يكون فيه نوع من استضافة كبار العازفين أقول كبار السن من العازفين اللي ما أتيح لهم الفرصة أنا بالنسبة لي أشوف أنه جميل من يتقبل المجتمع بشكل المجتمع متقبل ولا عنده ولا عنده مشكلة أبداً. أنت ودك يكون في كورنر كذا أيوة. يكون لكبار العازفين يعني كبار بالسن من العازفين صح في الدرعية ولا يسمى الطريق اللي أنا فيه مثلا طريق الفن شارع والفنانين الفن. يكون بعد 100 متر عازف كمان بعد 100 متر الرسام بعد 100 متر وهكذا نحات خشب مثلا كذا وزارة الثقافة تهتم كثير بهذا يبي اللي يمشي مثلا محل المارة يشوفون جمال إبداعات بلدهم من الناس اللي تلقى أنا جاني ناس يا أخي فنانين جاني عازفين جاني يبون فرصة رسامين جاني نحاتين خشب يبون فرصة أيوة وهم من يعني طيب خلينا نسمع أيضا بعد عشان إن شاء الله يعني وزارة الثقافة بعد تتجاوب في هالجانب بما يخدم بس بعد ابي اسمع صوتك بعد شو المشكله ترى انا شعبي يعني راح فاقد لك احد او تحب احد احب الناس كلهم والله حتى شعاري احب ان ارى الناس سعادة ولذلك تنشر السعاده في المكان اللي انت فيه حتى واحد سماني سفير السعاده والله جد سفير ايوه السعادة. يقول لك انت طاقه ايجابيه ناس ترى محتاجه الى انك تبث الامل في قلوبهم مو ناقصين واحد يجي يكدر خواطر دائما اقول لهم ابتعدوا عن الشخصيات السلبيه هذه ايوه لا تقارن أنفسكم بالآخرين عيشوا حياتكم بشكل طبيعي أهني الشباب اللي يمارسون رياضتهم أنبذ التدخين أو الشيشة هذه أنت ضدها؟ أي ضدها أنا الناس يقولوا لي أنت كيف تعزف عودة يعني شيشة ولا شيشة ما في لا شيشة لا دخان ولا تتن ولا شيء ولا شيء مرة يعني
بس الفن هذا جزء من ثقافتي. يعني كثير من الشباب يجون إلى عندك، بس أنت أيضا في ناس أنت تجي إليهم معاقين يحتاجون. صحيح. واحد يجي يروح عنهم تسوي هالشيء. يعني أنا قد في مكان مثلا ما يقدر المعاق ينزل لمي مثلا، أضطر أنا أخذ كرسي وأروح لمه عند الرصيف هناك وأقعد أعزف له من باب إنساني، لأنه تروح إلى عنده تعزف. أعزف بعضهم أجي لمه ببيته يعني بدون مقابل بدون شيء. والله أنا يعني ما أطلبه حقيقة يعني. يجي الولد يقول أبى أطربك وأوسع صدرك. إيه يعني يجون. إيه صحيح، يجي ناس كبار وأجي لمهم يعني. فأنت لا تدري، أو أنت ما أقدر أوصف لك سعادة الإنسان لما تقدم خدمة لهالناس المحتاجة. هذا العمل يعني إنساني، وهذا كبير. أنا جدا أقول أنصح دائما الواحد اللي عنده قدرة يسوي حاجة للمجتمع، للناس، لشريحة ما تقدر توصل لمك، يخرح لمهم يعني. أبو جراح أنا شاكر لك ومقدر، شكرا لهالجمال كل صباح، واليوم أنت جيتنا في المساء فتعبناك. أنا شاكر لك ومقدر. أنا أضيف أنا شكر لكل المسؤولين في الدرعية الحقيقة اللي أتاحوا لي الفرصة. لا أبو إن شاء الله تشوف خير من وزارة الثقافة. رجال الأمن والمسؤولين السكرتية اللي موجودين، اللي يمرون علي كل صباح تبي شيء يا عم. الله يجزاهم خير. الله يجزاهم خير. طيب أنا